يلا يا حيه. جيت. بونسوار. اول شيء سؤال كيفي؟ ماشي حلو، انت يعطيك العافيه. سؤال، زوجك زياد وقت بلش البلديه ورئاسه البلديه، قد ايه حسيت بمحل انه يا زياد شو بدنا بهالشغله، خي بيته بيضل مفتوح، حياتنا حتتغير واولادنا مش اولادنا ولا لا؟ مظبوط اللي قلتيه، معك حق فيه، بس انا زياد ما تعرفت عليه، عنده هذا الحلم. كنا اولاد يعني، تعرفنا ومن هو صغير قال لي انا بدي اشتغل سياسه، هذا طموحي بالحياه. انا تاجر خشب، ايه مظبوط، بس انا حلمي السياسه. زياد فيك تقريب شوي على الكاميرا نقدر نشوفك. ايه انا سوري، تفضلي يا ست كريم. ايه اي، فعم بقول لك انه هيدا حلم حياته، ومشان هيك ما فيني اكون الا مبسوطه له، لانه فريمون يعني من هو وصغير حلمه وطموحه كتير كبير. كيف تعرفتوا على بعض؟ لا ليك فتحي بواب مغلقه عمرها 20 سنه. لا ليك ليك القلوب اللي عم تشغلكم يعني بقى. لا صديق كيف كثير شو ثقه عملك لإلي. اكثر شيء فيه لزياد اول ما تعرفت عليه؟ ايه ما سمعت، سوري ما سمعت. أقول شو عجبك أكثر شيء فيه لزياد بس تعرفت عليه؟ هيك زياد ليك انسان كاريزماتيك، مش بس بالسياسه، بكل شيء، على جميع الاصعده كاريزماتيك، وهيك السبونتانيتي تبعه، انسان هيك عفوي كثير، وعنده طيبه قلب كثير، هيدا اللي حبيته فيه لا صراحه. اليوم عم بكتشف من مرتي مواهب انا. أو ما طب كنت شو كل الشيء يوم ما الاخر. بتحبيه بزياد؟ ايه؟ شو الشيء ما بتحبيه بتقولي يا ريت بحسنوا فيه؟ هلا ضروري نحكي في الامور كلها. عصبي، منه منظم، ما بعرف. لا مش عصبي، لا زياد مش عصبي اصلا، العصبيه ما بتتلائم مع انسان بيشتغل بحق السياسه وبالشان العام. صبر طويل بالبيت وبالسياسه بالتالي. ايه اللي اجمالا اللي بيشتغلوا سياسه وعيالهم يعني بيكون عندهم مشهورين بالصبر يعني. تزعلي انه منه موجود كتير بالبيت حد ولادك؟ ايه 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 هيدا كان عتبه بلوتو، لانه الاولاد كانوا صغار كتير وكانوا على طول يتساءلوا ويسالوني انه ليش بابي مش موجود معنا؟ ليش بابي مش مثل كل البيات؟ ليش ما في وقت؟ ليش ما بنروح منكزر مع بابي؟ وزياد كان عم بياسس، بتعرفي بالسياسه عم بيعمل اسم له وعم بيأسس حاله، ومشان هيك يعني. وهلا شو بقولوا لي؟ هلا صاروا يفهموا كبروا، بس عندي وحده صغيره بترجع بتسال مثل ما اخواتي كانوا يسالوا، ولهيدي ربيت معوده ما تشوف بيها، مش شيء غريب. هلا بالكارنتين مثلا باللوك داون متفاجئه انه بيها كل الوقت بالبيت ومبسوطه بهذا الموضوع، هلا صارت معلقه فيه يعني، في عندها علاقه مميزه هي وياه، تقعد تعمل صبحية هي وياه حلو. وبتسمع. ايه بس ست كريم، كبار سؤال، تطور. بس سؤال، سوري زياد ما تؤاخذنا بس مش دايما بتكون معنا ست كريم يعني، بس عشان عندي سؤال. بفترة النيابة حسيتك انبسطت يعني هيك استمتعت بالموضوع. بفترة النيابة في شي مرة عن جد عتلت همه او بفترة البلدية خفتي يعني حسيتي انه زياد بكيتي انقهرتي انه خلص بليز اطلع ما بقى بدي اياك رجع على البيت خلص ولا كيف؟ لا لا برجع بقول لك يعني، انا من وقت ما تعرفت عليه وزياد بعرف شو بده ولا يعمل. مرة خفت عليه؟ خفت عليه اكيد كثير وقت ترك البلديه وقرر يترشح على النيابه، ولك عم بيضحك كثير خفت عليه، لانه صراحه البلديه كانت بورت بونور تبع زياد والترامبلان تبعه، ومن خلال هالمنبر ومن خلال البلديه زياد عمل اسم صحيح. واثبت للبنانيه كلهم انه هو قادر يبني وقادر يساهم بالانماء ويوصل مدينته للعالميه، والناس حبته، الناس حبته، صحيح. الناس، كل الناس وقت ترك البلديه زياد كانوا كلهم زعلانين انه لا يا ريس، ليش تركت البلديه؟ ما هيدا بدي اسالك اياه، انه وبدي انت اياك قلتي، انت ما قلتي له بمحل يا زياد ليش بتروح على النيابه انه خلص خليك بالبلديه ولا؟ هلا تكون صريحة معك. هلا يمكن ما ينبسط كثير، بس انه ايه كنت كثير خايفة عليه اول فترة، لانه بتعرفي يعني بتعرفي يعني مش يعني ترك بمرحلة كثير حساسة، وكان صار له سنة بس، كان اول 6 سنين خلصوا، كان صح، خلال اول سنة له من سنتين. صح،
بال 2016 وقت كانوا الانتخابات 2017 زياد اخذ قراره، وكنت خايفه هلا بلا، لانه كنا رايحين على لا مجهول اول فتره، بعدين واليوم بعد الدراسات والاحصائيات اللي عملناهم والشغل الجدي. حضرتك كيف بتوافقي بشغله ولا ما إلك بهذا الموضوع؟ ما سمعت، سوري. أقول حضرتك كيف بتساعديه بشغله ولا ما إلك بهذا الموضوع؟ يعني فاصلة، ما بتتدخلي بشغله بنيابته، ما بتقولي له، ما بتقولي له حياتي بليز في هذا الموضوع يا ريت بتركز عليه، أو بيب بليز في هذا القانون بدي. أهم شيء البيب. حبيتها هيدي. لا عليك، وقت اللي لازم اتدخل اكيد بتدخل، ووقت اللي يطلب مني ان ما اتدخل. اكيد ما بقصر اكيد. بس هيك. شو القانون اللي بتقول زياد بليز ما تنسي، او شو الشيء بتقول له بليز ما تنسي بديك تساعدني فيه، بدنا اياك تدعمنا، بدك اياك تقوي حاله؟ اكيد انت كل اصحابك وكل صحباتك اللي بيعرفوا زوجك النائب فبيوصوك، فشو اكثر توصيه بتجيك لزياد؟ حقوق المرأة. اي والله هيدا ملف اذا بدنا يلحق وينفتح. ياي سؤال اخير لك ست كارين قبل ما ارجع مع زياد، شو مره نزلتي وشاركتي بالثوره؟ نزلتي على الارض؟ نعم بالاول، ايه بالاول فتره، ايه